مساء الفل يا زعيم، وحلقة جديدة من حلقات وديع اللي بيضيع وضاع وانتهى يعني معرفش ايه ظروفه النهاردة، بس احنا لا لسه بدوروا عليه، عايش احنا بقى جو بدل حلو ده. عندنا يعني كالعادة كده الواحد ده الفيديو الوحيد اللي الواحد بيعمله ما بيبقاش قلقان من الماتيريال، لان الماتيريال بالهبل يعني، فاحنا ما بالهبل بنعملش وحدها. حاجه غير ان احنا قاعدين على النت على السوشيال ميديا، اي حد يحط اي خبر او اي مسؤول هو الصراحه الواحد مكسوف وهو مسؤول دي، لان هو ما فيش مهبول مسؤول. مهبول من اللي بيمسك ماسك البلد. فبتلاقي نفسك ان انت يعني عندك ماتيريال ممكن تقعد تتكلم 10 ساعات في المره، يعني ما فيش لا مشاكل. وهو يعني هي برضو احنا انا وانت اعتقد يعني احنا الاثنين ما بقاش عندنا، انا شخصيا بالذات يعني ما بقاش عندي حيل بقى ان انا اعلق واتابع، مش بتابع بس ان انا اعلق واتكلم واخش في مناقشات حوالين الهرتلة والهبل والتصريحات الغريبة اللي بتحصل في البلد دي. فحلو قوي ان احنا نلمهم كلهم في قعده واحده، ناخد حقنا شتيمه وننزل الضغط شويه وخلاص. طبعا انا بعتذر للساده المشاهدين، حلو الساده المشاهدين دي، لان فارس واصحابه عندهم دوره فيفا في البيزمنت، حيث بقعد دايما وفي قعده كده كويسه وبتاع، فانا قاعد في المكتب فوق، فالمكتب بقى الاضاءه فيه سرياليه شويه، انا شايف نفسي مقسوم بالنص، بس ممكن انور يعني اعمل كده تنور بس مفيش داعي. راجل نورك موجود على طول يعني. الله يخليك يا زعيم. ايه الاخبار؟ تحب نبتدي؟ بص احنا عندنا مجموعة من الحاجات، يعني في تصريحات لشوية وزراء على محافظ سوهاج، حاجة فضيحة. عندنا أخبار اقتصادية فضيحة برضو كالعادة. عندنا شوية جماعة بيعرسوا كالعادة برضو، ما يعني هو يعني هو كل الحاجات ما فيش جديد يعني، بس هو الكرياتيفيتي كلها في أنواع التصريحات والتعريصات يعني. وعندنا برضو فقرة دينية كده صغيرة فيها بعض الهبل كالعادة يعني من السادة المدروشين اللي بيكلموا متدروشين برضو. فتحب نبتدي بمين؟ انا ممكن نبتدي بالتصريحات، لان التصريحات صراحة تخليك تحس ان انت عايش وسط عالم، يعني ده ما ينفعش يبقى رئيس وزراء مثلا، يعني لما لا رئيس وزراء ده لما يقول لي لما يتكلم على افلام، يعني بيدلل على ان ازمة السكن موجودة بسبب ان ارجعوا للافلام وشوفوها، ده بيفكرني بنفس الناس اللي بياخدوا صورة جروبي في ايام الاربعينات ويقول لك شايف مصر كانت زي باريس، ما هو نفس المنطق لا ده. يعني هو هي فيها حاجة، فيها نقطتين. أولا الكلام ده مش صح، نمرة واحد، أنا راجل عشت في السبعينات وكان في ساعتها حاجة اسمها خلو ورجل، أنت ما فيش التمليك ده حاجة جديدة خالص، يعني خلو ورجل كان بتبقى الشقة 100 جنيه و200 جنيه و300 جنيه وحاجات كده يعني، كتير ساعتها، بس ما في أزمة، كان في أزمة في قطاع معين من القطاعات اللي هو إسكان الطبقة المتوسطة، بس كان في مشاريع بقى والشركه السويسريه ومش عارف ايه وناس كتير بتعمل التمليك ده جامد اخر. دي حاجه. الحاجه التانيه، طب يا ابن اللذينه، اولا ما فيش حاجه اسمها انا مش مسؤول عن القبليه، انت رئيس وزراء مسؤول على كل حاجه حصلت قبليك وكل حاجه بتحصل دلوقتي وهتحصل بعدين، ما يعني ما فيش حاجه اسمها حاسبوني من يوم ما مسكت، لا طبعا ده وهم يعني، كانش حصل حاجه في الدنيا في اي دوله في العالم. انت الدولة النظام عندك ازمة من الستينات، احنا 2040 يعني قرن، نص قرن وشوية ما اتحلتش ليه؟ زائد ان بقى طبعا الرقم الاهم اللي هو رقم رسمي انا يعني مش قادر اصدقه، ان عندنا 12 مليون وحدة فارغة، 12 مليون وفي مدن كاملة وعمارات كاملة واحياء كامله مليانه شقق فاضيه. طيب لما يبقى في الاقتصاد، اي حد عارف في العالم قرا له كلمتين في الاقتصاد ولو في مجله ميكي، ان لما يبقى في عرض بالشكل ده ان في 12 مليون واحد، بلاش 12 مليون انا كذاب، مليون واحده سكنيه فاضيين، لازم الاسعار تنزل، ما بتنزلش بتزيد. ليه؟ لان ما الاقتصاد بتاعك كله قايم على حاجات غريبه جدا يعني.
قايم على اولا في جزء كبير من العقار في مصر، ازمه العقار او سوق العقار في مصر غسيل اموال، واللي مش عايز يصدق ما يصدقش، بس هو فعلا كده يعني. هو فعلا في جزء كبير زي الكوره، احنا عندنا غسيل اموال متعدد الاوجه والمظاهر، وفي كرياتيفيتي فعلا يعني. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الحاجات دي غير اقتصاديه، يعني انت في ناس واخده الارض بوضع اليد، وناس واخده الارض بالمحسوبيه، وناس واخده الارض بالدراع، واخدين عليها قروض، واخدين على قروض قروض، فالحكايه ملخبطه ما فيهاش منطق يعني. طيب هنحلها ازاي؟ هو في حلين يعني، انا شخصيا شايف كده ان في حلين. حل بقى ان يبقى الدوله كده بالراحه كده تطلع قوانين وقرارات وتراضي الناس ومش عارف ايه، وابتدي ايه ازمه الاسكان تفك بالوحدات الموجوده فعلا. ما هو ما ينفعش ان انت تقول لواحد شقه 70 متر بمليون جنيه يعني، طب ما دي اللي هيسكن فيها شاب هو ومراته لسه حتى ما كلفوش، او تقول لي 120 متر طبعا بتصفي على 110 ب 2 مليون و3 مليون، ده منين يعني؟ عيله من اربعه او من ثلاثه، اولا عيله بكبريت طبعا يعني، في الاخر هي مساحات قليله جدا. الارقام اللي بتدفع دي المفروض ان للطبقه المتوسطه ارقام رهيبه يعني، انت لما تحسبها بالدولار تلاقي ارقام تخوف يعني. يعني ما فيش دولة في العالم فيها الأرقام دي. وبعدين أنت لما بتشتري، أنا وأنت لما اشترينا البيوت بتاعتنا دفعنا كام؟ 10% 20% من قيمة البيت مقدم، والباقي بقى حتى يحين الحين ويبان البين وأشيب الغراب وأحيل التراب. وانت بس عشان الناس تبقى فاهمه، انت بتتكلم على المورجج. النظام بتاع المورجج بتاع أيوه كندا، ان انت أه في كندا بتروح تشتري بيت بيبقى يعني اقصى حاجه بتدفعها مثلا 20% من قيمه البيت، وزمان كانت بنتكلم في 5% وحاجات كده، ولغاية والبنك دلوقتي بيديك في الباقي، برامج. البنك بيديك الباقي وتقسط الكلام ده بانترست مش عالي، ما يعتبرش عالي يعني. انا اول ما جيت كان بيتكلم في 3%، أعلى حاجة شفتها دلوقتي بنتكلم في 6%، وعلى مدة مش أقل من 25 سنة، وساعات بتوصل ل 30 سنة، وكل مرة بتجدد يعني، كل ما بعد مثلا 5 سنين ولا حاجة ممكن تخليها 25 كمان، 25 سنة كمان يعني يعني لو ممكن معكش تخليه في فلوس الزمن يعني. بتاعي. وبعدين انا فاكر لما كان في ازمه من فتره، يمكن انت ما حضرتهاش، الازمه دي بتاعت 1990 بتاعت الدوت كوم، ان احد الاصدقاء اتفق مع البنك ان كل اللي يدفعه هو الانترست، ما يدفعش الاقساط، فكان بيدفع $200 في الشهر حاجه زي كده يعني. والانترست كانت نازله قوي، فكان بيدفع له $200 في الشهر وقاعد في البيت بتاعه، بيت محترم بجراجين وشيء زي الفل، وهو نفسه قال لي بهدوء ببساطه شيء انا بدفع $200 في الشهر لغايه لما الحكايه تمشي تاني ونكمل. فهي الـ الازمه في مصر، ازمه الاسكان دي متعدده المشاهد. وبعدين تقول لك ان مفيش دوله، مفيش اي نوع من انواع التنظيم، الحكايه كلها مافيات، الحكايه كلها عصابات بتسرق ارض وبتبني مخالف وبتعمل حاجه مش معقوله يعني. وبعدين ايه رئيس حكومه مفروض معاه دكتوراه، معلش معاه دكتوراه في الاقتصاد، واقف يقول اتفرجوا على الافلام. زي النهارده لقيت واحد بوست بيقول لك طبعا احنا الهوجه بتاعت كل 23 يوليو، مين اللي قال ان عبد الناصر عمل التعليم؟ اتفرجوا على الافلام وشوفوا الناس كانت متعلمه، ده حتى فيلم العزيمه وفيلم افلام ايه؟ ايه ده؟ ايه الخير؟ وانا ممكن اصلا اقول لهم شوفوا الافلام بتاعت النهارده وشوفوا الناس في الكومباوندات والمنتجعات، ما هي واضح ان ما هو ده. انت عايز نمشيها كده يبقى مصر زي الفل، مصر جميله، كل المسلسلات زي الفل، والافلام حاجه تشرح القلب، وكلنا نفسنا نعيش في الافلام دي، بس ده مش مصر خالص. انا من قيمه سنتين تقريبا كان في مسلسل لعادل امام، فانا شفت في رمضان، فشفت جزء من حلقه، انا ما بتابعش خالص حاجه من دي، شفت جزء من حلقه على يوتيوب عشان اشوف بس عادل امام منظره بقى عامل ازاي، فلقيته نازل على سلالم ولا البيت لا ولا الكونجرس. انت رحت شفت الكونجرس بتاعته عامله ازاي جوه البيت؟ ايه يا حاج في ايه؟ ده مين عنده سلالم بالشكل ده في البيت؟ وطلع يركب بي ام دبليو
وبتكسر عليه عربيه مرسيدس وبينزلوا يتخانقوا، ايه يا عم ارحموني، لا مع السلامه. ورحت طافيه طبعا، يعني كان المفروض انه في صحفي باين ولا ايه، صحفي مين يا عم؟ اللي ده كنت معرس من بتوع الراجل الجديد ده، هو اللي عاملين كده، ده حاجه تانيه. هو انما انا فعلا ممكن تلاقي ناس عايشة فعلا هو في ناس عايشه كده عايشة كده، بس دول ما ينفعش ان احنا نقول دول بيمثلوا مصر، لا دول دول بيمثلوا ايجيبت. دول بيمثلوا ايجيبت، اللي هي في الاخر انا اي وود سي يعني مش اكتر من 3% من الشعب ده بالكتير. قوي يعني، اه ودول ده كتير ضياع يعني في اي مكان تلاتة هيبقوا مليون. هتحسهم كتير يعني طبيعي يعني، احنا عندنا هنا مدينة فيها 1 مليون نفر، لما تنزل في الشارع في وقت الزحمة هتقول لي ايه ده الدنيا زحمة، بس هم في الاخر 1 مليون نفر يعني على مش بعضهم اولا من بالضغط الواحد كله يعني. فرئيس الوزراء بيقول لك اتفرجوا على الافلام عشان تعرفوا ان احنا كويسين. ماشي يعني، ما نتفرج على الافلام، ما مش فاهم انا يعني. لا ما بقول لك هم الناس دي يعني، الناس دي يعني مثلا من هو برضه قال ايه؟ قال احنا هنوقف تخفيف الاحمال على الكهرباء من اول ما اعرفش يوم 19 ولا في الشهر، وعندنا خلاص وقود يكفي لغايه اخر الصيف. النهارده النور مقطوع. النهارده النور مقطوع، فبيقول لك بقى المشكله مش في تخفيف الاحمال، احنا النور قطع علشان الموجه الحاره عملت اعطال يعني. هو يعني تخيل ان هو ده بيبقى ده تفسيراتهم للهبل اللي بيحصل، وكأن مثلا ان احنا عايشين في يعني حاجه مدبولي ايقاف تخفيف الاحمال لا يمنع انقطاع الكهرباء بسبب المشاكل الفنيه لو يعني. فرحان قوي وهو بيقولها. يعني هو بيقول يا جماعه احنا بطلنا تخفيف الاحمال بس لسه الكهرباء بتقطع، اللي هو حاجه متخلفه جدا يعني. يعني هو دلوقتي يعني انا عايز اعرف انت كمسؤول مسؤول عن ايه بالظبط لا كده؟ لا مش مسؤول عن حاجه، مش واضح لا يا اخي. بجد يعني، يعني الطبيعي ان احنا نعرف مثلا ايه الاعطال الفنيه وليه شركه الكهرباء ما بتحلهاش، او هتحلها ازاي يعني. احنا هنا مثلا لما يحصل عاصفه ولا ما اعرفش يحصل بلاوي شجره تقطع كابل مثلا، تخش على الموقع بتاع شركه الكهرباء يقول لك مثلا احنا دلوقتي بعتنا ناس يشوفوا المشكله، بعديها بشويه ابديتس بقى كل شويه قال لنا ساعتين والمشكله تتحل، ما اعرفش ايه الموضوع ده هاخد يوم زياده، وطبعا بيبقى فيه بقى تعويضات لما ايه لما الموضوع يعدي عن الطبيعي يعني، لو يعني الموضوع عدى اكتر من يوم ولا حاجه بيبقى فيه تعويضات، وطب هنعوضكم بكذا هنديكم ما اعرفش ايه كذا طب كريدت على الكهرباء ما تدفعش الشهر ده، ما اعرفش مثلا حاجات كده يعني. هو بقى بيعمل ايه؟ ما بيعملش حاجه، هو ما عمال بيعملش حاجه، ويدي لك احساس لما بيتكلموا هو او غيره من الوزراء ان ده قضاء الله ولازم تقبله يعني. الحمد لله سبحان الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. ايه يعني بس قضاء الله في الكهرباء قطع ليه يعني؟ ما ليه ازاي يعني؟ لما بقول لك هو مش مسؤول، هو يعني خلاص قدر الله ما شاء فعل، لان دي بتكون ما كتيره طبعا يعني. ده البلد كلها ماشيه بالطريقه دي، فما حدش مسؤول عن حاجه خالص. اللي يحصل يحصل واحنا بنعمل اللي علينا. انا فاكر مره ايام الفضيحه بتاعت الكفته، عبد العاطي كفته، جابوا واحد من اللواءات الكبار في الهيئه الهندسيه وقعد يساله، ف في يعني مذيع بيساله ايه الاخبار، طب ايه الموضوع، طب هل الكلام ده بجد ولا مش بجد، قال له احنا الراجل بيسعى، وهو لو مجرد بس بيسعى فهو له اجر، لو نجح يبقى له اجران، فهو خلاص هو كده اخذ الاجر بتاعه ان هو بيحاول، لو نجح كتر خيره يبقى اخذ اجران، لو ما نجحش يبقى هو اوريدي اخذ الاجر بتاعه. طب عبد العاطي كفته ده راجل كفتاجي؟ لا ما فيش، ما بنجيبش سيره خالص. طب مين اللي عينه؟ مين اللي اقنع مين؟ ايه الورق اللي هو بيقول ان ده مثلا التجارب بتقول حاجه؟ ما فيش. هي بلد ما عندهاش يعني. انا في شغلي طول عمري من ساعه ما اتخرجت واحنا بنتعلم اسس المانجمنت، اسس المانجمنت فيها حاجه اسمها لما تحصل مشكله نعرف نعمل حاجه اسمها روت كوز اناليسيس علشان نعرف المشكله حلها ايه سببها ايه، ونعمل حاجه اسمها كوركتيف اكشن بريفنتيف اكشن يعني حاجات طبيعيه كده، اللي هو لما تحصل مشكله لازم نعمل اناليسيس تحليل للمشكله ونعرف اسبابها
وبعد كده نقول احنا عملنا ايه علشان نحلها، علشان نصلحها، ونعمل ايه علشان نتجنبها في المستقبل. يعني هو دلوقتي مثلا الموضوع بتاع محاولة القتل بتاع اللي كانت على ترامب، مش الهدف بقى ان احنا نطلع اليسار وحش والديمقراط حلو ولا الديمقراط وحشين، مش هو ده الهدف خالص. الهدف ان هم يعملوا اناليسز عشان يعرفوا التقصير الامني، ازاي الواد ده عارف يضرب الطلقات دي على في المؤتمر. هو ده الاساس. ولو في حد مسؤول عن الموضوع ده هنحاسبه، وايه المفروض يتعمل علشان ده ما يحصلش تاني. ما هو هو ده الهدف، مش الهدف ان احنا نقعد بقى نتخانق ونقول اليمين حلو ولا اليسار وحش ولا اللي ما اعرفش. يعني مش هو ده الهدف. لا، في حاجات ما بتتحلش. يعني انا قلت لك وقلنا قبل كده ان احنا عندنا مواسم كده في كل سنه نسمع نفس الكلام الدائري والنواس، المناقشات الدائريه، حرب اكتوبر، اغتيال السادات، عيد ميلاد عبد الناصر، موت عبد الناصر، ثوره 23 يوليو. خلاص يا جماعه عرفنا، وخلاص كل واحد عارف موقفه وخلاص، موف اون موف اون. مش ممكن ان احنا نقعد نتخانق. يعني اللي بيتخانقوا دلوقتي الشباب اللي بيتخانق دلوقتي، مش عايز اقول العيال لان فيهم عيال، انما الشباب اللي بيتخانق دلوقتي مش بس ما حضرش عبد الناصر، ابوه ما حضروش. يعني هو بيتكلم زي بالظبط ما انا وانت نتخانق على رمسيس الثاني. يعني هي كده بقى ليه؟ لان الحكايه بقت بعيده قوي، وبقت ما نتكلم في الحاجات اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، الازمه اللي احنا عايشين فيها دي. بعد اذنك انا هتكلم على ازمه حقيقيه. اولا قبل اي حاجه تاني وعاشر وعشرمية، المشكله بتاعتي شخصيا واعتقد انها بتاعت فادي مع الناس اللي بتحكم على راسهم السيسي بلحه، ان هما مش قد المسؤوليه دي خالص، ومش قد المشاكل اللي بتواجه مصر على الاطلاق. وده كان باين من اول يوم ومن اول مره سمعناها فيها، ان راجل فعلا بلحه ما عندوش فكره عن حاجه، ابيض يا وردي، نظام لا يمكن يقعد معاك على القهوه حتى. فاحنا عندنا ازمه متفاقمه وابتدت تظهر بشكل غير طبيعي، اللي هي ازمه الطاقه. ازمه الطاقه بس عشان الناس ما تقولش ايه ده جديده. لا مش جديده، لا مش جديده. واحنا عارفين ان انتاج مصر من الغاز والبترول دايما قليل، وان احنا بنستورد وبنستلف، وحتى في حرب 73 انقذتنا شحنه جت من ايران and so on. فعندنا ازمه مزمنه في موضوع الطاقه ده، لدرجه ان مثلا الاتحاد الاوروبي، انا الموقف المصري اللي انا شايفه، الاتحاد الاوروبي كان عامل دراسه ما دراسه زي دي بتبقى معموله قبلها بكذا سنه، يعني هي اتنشرت اول 2022، يبقى من قبلها بكذا سنه الدراسه دي معموله، لدرجه انها وصلت للنشر العلني بقى، وهو ان ال ده فارس بقى سحب من ورايا. مين الغلب؟ مين الغلب؟ سام ليفت. فانا كنت بقول ايه؟ كنت بتقول على أزمة الطاقة، أزمة الطاقة دي موجودة من زمان يعني. من زمان ان اتنشر ان مصر ستواجه ازمه طاقه حاده ومزمنه ومستمره العقود القادمه، ده الاتحاد الاوروبي. احنا عندنا نايمين خالص، لدرجه ان انتاج مصر من الغاز اخر كلام بقى اتقال، اللي هو قال وزير البترول الجديد، انخفض بنسبة 25% الثلاث سنوات اللي فاتت، الغاز والبترول من الطاقة. احنا بقينا مستورد صافي للغاز، وبعدين السنة اللي فاتت عملوا عملة سوداء ان هم ما اشتروش غاز على طول، اول ما ابتدى يبان ان في ازمة فاضطروا يشتروه اغلى، لانك انت عايز تسليم فوري. ما فيش حاجة اسمها تسليم فوري في اسواق العالم، انت مش عارف تجيب كيلو جبنة، بيبقى في حق. فاضطريت انك انت تشتريه من وكلاء، يعني انت بتشتريه من ايجنت، من ناس ان بتوين، فاشتريته غالي. انا فاكر ان كانت الشحنه بحاجه و30 مليون دولار باين، ولا ايه، 30% اغلى من سعرها، في السعر الرسمي اللي في السوق، لان انت بتشتري عاده، بتشتري انت على التخطيط بقى، بتشتري مستقبلا، بتشتري باسعار النهارده، تسليم كمان 6 اشهر او تسليم سنه، دول اشتروا النهارده طبعا، لان ما فيش حد بيفهم حاجه في حاجه. فانت الانتاج الغاز والبترول بتاعك نزل الى
25% في ال3 سنوات اللي فاتت، نزل لنفس مستوى الغاز لغاية قبل حقل بقى ظهر. الغاز نزل انتاجه قبل حقل ظهر. قال لك طيب ماشي، احنا الغاز احنا دولة عارفين، المفروض نكون عارفين ان احنا اللي عندنا بترول ولا غاز، واذا كان موجود هيكفينا اليومين دول، كمان 10 سنين مش هيكفينا. في حاجة اسمها الطاقة المتجددة، واخد بالك، اللي هي الشمس والرياح ومش عارف ايه وبتاع. فقال لك احنا عندنا في مصر الكلام ده من 5 سنين، ان احنا هنبقى على 2025 هتبقى الطاقة المتجددة 20% من مجموع الطاقة اللي احنا مستهلكها في مصر. اليوم انها 6% اللي ما حصلش حاجة. ولو تفتكر ان هم باعوا محطة الزعفرانة بتاع توليد الطاقة الكهربية، ومشروع توليد الطاقة الشمسية كان داخلة فيه كونسورتيوم من كذا شركة، والهيئة الهندسية او الجيش قال فيها يخفيها فخفاها ما اتعملتش. طيب 6% او حتى 20%، انا مش هقول المانيا، المانيا 60% طاقة متجددة، اسبانيا حاجة و50%، المغرب 37% من الطاقة اللي بتستهلكها من طاقة الهواء. اصل المغرب على ناصية الناحية بتاعة المحيط دي بحري، فبيجي فيها هواء. انا بتكلم جد يعني، فيها هواء كتير، وبيتقابل لو اتعملت محطات توليد طاقة من الهواء هتشتغل زي الفل، وعندهم شمس طبعا، المغرب ما فيهاش الا شمس، فهم عندهم واحدة من اكبر محطات توليد الطاقة الشمسية في العالم، كهرباء من الشمس، وعندهم محطات بتوفر 37% من الاحتياج المحلي. هما الثانية في افريقيا بعد جنوب افريقيا، جنوب افريقيا حوالي 40% طاقة متجددة. دي دول عالم ثالث زي حالاتنا، بس فيها يبدو والله اعلم ان فيها ناس بتفهم. احنا مش عايزين يعملوا حاجة. وبعدين حكاية كل حاجة سبوبة سبوبة دي بقت كارثة يعني. طب احنا ومفيش حل واضح قريب، لان احنا علينا مليارات، الارقام بتتراوح ما بين 3 و7 مليار، ما اعرفش بقى. اول حاجه تانية احنا مش عارفين حاجه يعني، حتى الديون بتاعتنا للشركات البترول ناس تقول لك 3 وناس وصلتها ل7. طب احنا علينا كام؟ ومفيش فلوس، مفيش دولارات، والبنك الدولي ولا صندوق النقد الدولي قفش، قال لك ادفعوا الاول وبعدين نتفاهم. ده من ضمن الاسباب ان هم اجلوا فحاجة يعني مش إدارة مخبز عيش بلدي. دولة عارفة إن ما عندهاش طاقة وما عندهاش بترول وغاز. وما فيش حد بيطلع يقول يا جماعة احنا غلطنا، واحد يستقيل مثلا يقول انا لا لا ما معلش، مش قد المسؤولية. إحنا هنكفر. يعني احنا لسه النهارده الواحد كان بره، وبعدين لقيت ان بايدن عمل مؤتمر وقال انا مش هكمل، مش هخش الانتخابات. ليه؟ علشان الحزب بتاعه ضغط عليه، قال له انت لو دخلت الانتخابات مش هتنجح، خلاص محسومة، فخلاص امشي، لان احنا مش هنقدر نتحمل ان احنا نخسر وانت موجود، ونجيب حد تاني. والراجل قال لك انا خلاص انا مش هكمل. في مصر انت عمرك شفته قال لك انا مش هكمل؟ يعني اتكلم بجد. أو قال لك حتى أنا آسف أنا غلطان. مثلا يعني مثلا احنا، انا شفت هنا وزراء ورؤساء وزراء وبتاع بيقولوا احنا اسفين يا جماعه، احنا غلطنا في حاجه غلط عملناها عادي يعني، وبيتعاقب طبعا. رئيس مجلس اداره سي او بتاع تويوتا لما كان في الكونجرس الامريكي، وطلع ان في عندهم مشكله في السوفت وير، خلى العربيه تعمل اكسلريشن، تسرع وهي ماشيه من غير ما تدوس فرامل، وقف اعتذر واتحنى وعيط ومش عارف ايه وبتاع. وده ما يعني في حاجه اسمها انا اسف غلطت، ايه الهه ما بتغلطوش، لا احنا عندنا آلية ما بتغلطش. فكرة ولو ان حد غلطوا الحكايه بالك او يعتذر، قولها. انا بعاني منها شخصيا في حياتي يعني. انا ناس كتيرة غلطت فيا، انا بتكلم بقى على المستوى الشخصي، لان نفس الاتيتيود ده موجود على المستوى الشخصي، على المستوى الفردي في مصر، ان لما حد بيغلط بيعاملك يعني، وعارف انه غلطان، يعاملك تاني يوم عادي كأن ما فيش مشاكل، ويتوقع ان كده خلاص كده الموضوع خلص. يا عم الناس اللي ثبت لنا الدين من كام سنة لما كنا بنقول الكلمتين دول، النهاردة بيتفرجوا علينا ومحدش فيهم قال يا جماعة انتوا صح وانا غلطان. لا، في كذا واحد قال، في كذا واحد قال بصراحة يعني، ناس محترمة قالت. انا لا انت حسيت الأغلبية خلاص بقت بتكلمك عادي كأن ما فيش، ما كأن فيش ما قال شيء، ما فيش قال شيء.
لا انا بقول لك احنا عايشين يعني. هو برضو انا عارف ان انا بخش في مواضيع كتيره، بس احنا لا لا، بعدين على القهوة أولا وأخيرا. القيم بتاعت المجتمع قيم غلط. يعني احنا لغايه دلوقتي مثلا في ناس مقتنعه ان احنا ممكن نتعايش مع الفساد والدنيا تمشي. يعني في ناس بتسمع تصريحات كامل العبيط، كامل الوزير العبيط ده، وتقول لك وزير اه الوزير ايه كامل الوزيرين الوزيرين. الوزيرين اه انا بالنسبه لي هو كامل المالت، لان هو ما عندوش اه فعلا بالنسبه لي راجل مالت شفت جامد. لما قال لك هيجتمع مع كبار المستثمرين كل اسبوع انا ما الساعة هو كام؟ انا يعني هو الساعة اه كام؟ هو 11 اي بالليل؟ تصريح بيقوله تحس ان انت قاعد مع واحد فعلا ابيض، كلهم ابيض يا ورد يعني. فهو مقتنع تماما ان التصنيع معناه ان هو هيأثر على سعر الدولار. هو طبعا بيقول كلام عبيط زي اي بوسيبل وامبوسيبل والكلام العبيط ده، فيقول لك احنا هنصنع الدولار محليا. هو قصده طبعا يقول لك ايه، قصده ان هو لما نصنع كتير فنصدر فالدولار سعره ينزل. الحقيقة معلش ان هو معلش يا يعني فادي، يعني علشان بس ما حدش يصدق، اولا الكلام ده هاكس اللي هو بيقوله، بيقوله كله هاكس، وحتى من الناحيه الاقتصاديه هاكس. انت لو بالظبط ده اللي انا كنت انت لو هقوله. سوري اتفضل. اه ده اللي انا كنت هقوله. يعني الصين مثلا من اكبر المصنعين في العالم، دايما بتحرص على ان اليوان بتاعها او العمله بتاعتها تبقى قليله علشان تصدر اكتر. لو هي العمله بتاعتها زادت تصديرها هيقل. هو غبي، هو ما يعرفش حاجه. حمار حمار، ما عندوش فكرة عن الاقتصاد، ما عندوش يا راجل، ده ما بيسمعش بي بي سي ايكونومي نيوز، ما بيقراش الأهرام الاقتصادي، ده عالم بقر بمعنى الكلمة دي. ألف ب، أنت دولة مصدرة، العملة بتاعتك المحلية بتاعتك يجب اليابان حافظت على الين بتاعها، 100 ين يساوي دولار أمريكي تقريبا حوالي 20 سنة، 20 سنة من ساعة ما كانوا مش لاقيين ياكلوا لغاية لما بقوا تاني اقتصاد في العالم، لأن هي دي من أحد وسائل تشجيع التصدير. أنت أول حاجة هتعملها لما ربنا يفتح عليك وتصدر 3 كيلو برتقال، هترفع هتنزل الجنيه قصاد، هترفع الجنيه قصاد الدولار، ده حمير دول ولا إيه؟ ما بقول لك شوية بهايم، يعني شوية بهايم، وفاكر نفسه ان هو لا، وفاكر نفسه ان هو بقى بيقولها باكسبريشنز بقى، هنصنع جديدة بقى. الدولار واحنا ده ما ده ده انت حمار اصلا. يعني اصلا الفكره، لو احنا افترضنا يعني ان انت عندك فكره، فهي فكره متخلفه ان انت ما بتفهمش اساسا. يعني أيوة فهمت. ما تركيا دوله مصنعه ولكن الليره قليله، الليره التركي سعرها مش بس قليل. كده، ده من ضمن الحاجات اللي الناس برضو بقى، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، الصحفيين في مصر لما قالوا بصوا تركيا فيها أزمة، أيوة أزمة، أزمة مهولة طبعا، يعني زينا حالتنا والاقتصاد بتاعهم واقع، هل حاولوا إن هم يرفعوا الليرة؟ بالعكس، أردوغان صمم ان الليرة تفضل زي ما هي، وما رفعش الفايدة، ما رفعش الفايدة خالص، وساب الليرة تقع. ليه؟ لأنه بيصدر، ويصدر زيادة، الصادرات بتاعته زادت 45% في السنة، فبالتالي غط ورفع مرتبات الناس، يعني ما طبعش فلوس ولا زود الفايدة ل 26%. النهاردة فايدتك 26% وعمال تطبع في ورق، وبقى ما فيش حاجة خالص. طب هترفع سعر الجنيه ازاي؟ لو عايز ترفع سعر الجنيه لما تصدر، اي يا عم بقى. لا بجد بقول بجد، بقى يعني شوية بهايم شويه بهايم. شوية بهايم. ويجي واحد لا مؤاخذة يعني يجي يعلق عندنا على الفيديو يقول لك أصل أنت ما سمعتش مدبولي وهو بيشرح هو بيقول إيه. انا شفته يعني ازاي ده؟ أنت لسه بتسمع مدبولي وهو بيتكلم علشان لا، وبينصحنا نشرح احنا لنا. نسمع، بينصحنا انا وانت ان احنا نسمع يعني مدبولي الراجل ويجي بقاله بعد سنين الصرافات. عمال خاربها وانت لسه بتقول لي اللي هو بالظبط زي اللي هو ايه، عارف النكته بتاعت تراهني ان انا اضربه على قفاه تاني يعني تاني مليون مره. الناس لسه مصدقه ان الكلام ان احنا ممكن نسمع عن كلام الناس دي وناخد منهم معلومه. ما يعني ينفعش انا لو في حاجات كده الواحد بقى ايه بياخدها بالسنس، يعني انا لو اتفقت مع ناس معينين في حاجه باي كلمه لازم احس ان انا غلطان، ايوه بعد كده طبعا. لازم اعيد حساباتي. ايوه لو لقيت ناس بهايم غلطوا بدل المره مليون مره وبعد كده بتقول انا هبقى زيهم او هعمل زيهم او هسمعهم، يبقى في حاجه غلط.
يبقى في الناس دي المفروض يتشطب عليها كده، يتعلم عليها اكس، خلصت الناس دي ما تنفعش. لما سمعنا له تصريحين طلع يا قياس مش تصاريح. وبعدين وتلاقي مثلا واحد زي السيسي العبيط ده اللي هو الديكتاتور، ديكتاتور ترامب شخصيا بيقول عليه فاكن كيلر ولا معرفش ايه، بيبعت لامريكا يقول لهم احنا عايزين نطمن على سلامه الانتخابات عندكم. يعني انا مش فاهم ايه البجاحه اللي عند الناس دي والله. انا بجد حاجات يعني حاجات غريبه والله. هو عموما امريكا بتسمح بوجود مراقبين اجانب بالمناسبه، يعني انا بتكلم جد، امريكا بتسمح بوجود مراقبين اجانب. انا فاكر كويس جدا لما كان في الانتخابات اللي فاتت دي، ان احد الاصدقاء ابنه في اوتوا يو، لا بنته، بنت في اوتوا يو بتدرس قانون، معاها دلوقتي بار بتاع كاليفورنيا، بسم الله ما شاء الله عليها، يعني وكملت في امريكا واخدت البار بتاع كاليفورنيا، مش اي بار طبعا. الناس مش هتعرف بار يعني ايه، فاعملوا سيرش، ده مش بار، مش حته بيشربوا فيها خمره خالص يعني. المهم كانوا عايزين ناس يسافروا امريكا، او يعني كان في انهم بيقولوا لهم تعالوا نراقب الانتخابات الامريكيه، تعالوا يا طلبه الجامعه في اوتوا في كندا راقبوا الانتخابات الامريكيه، وامريكا سامحه بكده. احنا نقول لك لا، احنا ما حدش يتدخل عندنا والسيادة ولا ما اعرفش ايه، ومش عارف حد والبتنجان يتدخل الازرق في شغل، بيبيعوا البلد، بيبيعوا البلد حرفيا، ويقول لك احنا مش عايزين حد يتدخل فيها في السياسة بتاعتنا. السيادة داخلية. المصرية دي فوق اي، يعني اللي هو انا مش فاهم البجاحة بتاع واحد، واحد ديكتاتور بيقول لي، بيقول لي دولة زي امريكا يقول لهم احنا عايزين نطمن على سلامة يا عم الانتخابات. الراجل قال انا بحتاج على حقوق الانسان في السويد باين، ولا واحد طلع قال لك احنا قلقانين من معاملة المساجين في المساجين في السويد باين. السويد ما فيهاش حد راجل حقيقي. لا بجد تلاقي حاجات يعني، ويطلع يتكلم كأنه ما فيش اي حاجة، يعني ده كان في كأنه مش بيهرج. يعني انا لا ممكن لا يكون ده كان الكلام في ده واضحك بعد كده، بس اللي هو مؤتمر بتاع اعلان بتاع حقوق الانسان، فكان في نقد المصري، فهو راح واقف قال لهم احنا كمان بنحتاج على ايه، عايز اجيب الكلمه بالعربي مش عارف اجيبها بالعربي، على ايه، الاغتصاب، لا مش اغتصاب، حقوق الانسان، انتهاك حقوق الإنسان أكيد. انتهاك حقوق الانسان، فيوليشن، سامع حاجات كتير قوي، انتهاك حقوق الانسان في السويد وهولندا، مش فاكر قال دوله ثالثه برضو من هم ما فيهمش سجون اساسا. ايه يا ابني في ايه بس، بالراحه انا علينا. بجد بتحس ان هو في حاله بجاحه رهيبه. لا بجد، وفعلا انا بتناقش مع، يعني في ناس بتناقش معايا يقول لي ما هو، يقول لي ما هو كلام كامل الوزير ده كويس ان احنا هنصنع فالدنيا هتظبط. يا حبيبي احنا مشكلتنا الاساسيه مشكله سياسيه، احنا ما ينفعش تحل حاجه في ظل هذا النظام الفاسد الفاشل اللي ما عندوش اي نوع من انواع الكفاءات، صفر كفاءات والله، صفر يا كفاءات. عم الوزارة احنا لسه مشرشحين الوزارة من اسبوعين، ما فيهاش اتنين، على ما فيهاش واحد يوحد الله عليه لا العين. يعني ما كامل الوزير ده فاكر نفسه ان هو فيلسوف عصره واوانه، يقول لك انا قعدت مع زمايلي وزيري الصحه والتربيه والتعليم وكانوا بيقولوا لي انت خدت الاستثمارات بتاعتنا وكنا المفروض نعمل مستشفى ومدرسه. قلت لهم هو انت تقدر تروح تعمل مستشفى ومدرسه في مجتمع عمراني جديد او في ارض صحراويه الا لو عملت لك طريق؟ يبقى انا لازم اعمل الطريق. فقالوا لي صح، كلامك صح. لا شيطان بجد، تحس ان انت قاعد مع شويه بهايم بيكلموا قاعدين على القهوة. يعني صدقني احنا الكلام اللي بنقوله على القهوة انضف من الكلام اللي هم لا لا لا، بيقولوه. دول مقاولين، واحد مقاول، واحد هو قال تلاقي صح. احنا عملنا القطار السريع علشان السائحين الالمان والروس هم اللي طالبوا بيه. يا سلام. يعني تحس ان انت بتتكلم بهايم بقر ما تفهمش، يعني حاجة طب غريبة. ما هو يعني ماشي حلو قوي، اللي عايزينه احنا لقينا اكتشفنا ان في حركه سياحه، وان لو عملنا قطر سريع بين الغردقه والاقصر السياحه هتتحسن. طب ما في حركه سكان، ما في ملايين ساكنين في الصعيد ما بيعرفوش يوصلوا القاهره، وناس في الدلتا ما بت... انت يعني انا ما اعرفش ازاي ممكن توصل مثلا من رشيد لدمياط في الدلتا، هل في طريق مباشر ولا لازم تنزل لغايه طنطا وتطلع تاني ولا ايه؟ اي دونت نو، بس اكيد انها مصيبه يعني. انا اللي فاكره كويس جدا
كان دمياط بورسعيد، طريق دمياط بورسعيد ده كان مغامره انك تمشي فيه ايامي، ما اعرفش اخباره ايه دلوقتي، بس ايامي كان مطر وميه وبحر وغرز ومستنقعات وحاجات غريبه جدا كده لغايه منتصف الثمانينات. لا والنبي انا عايز اعرف هيبنوا لنا كان كوبري عشان بس انا هم كل اسبوع بيطلع لنا رقم جديد، بس هو المره دي اتكلموا على الكباري اللي على النيل، لان هم الاسبوع اللي فات كانوا بيتكلموا ان هم هيعملوا 1000 كوبري على ال 1000 كوبري في مصر. المره دي بقى الخبر الجديد ان احنا هنعمل 17 محور وكوبري على النيل بحلول 2030. يعني هو هو على 2030 مش هيبقى فيه ميه في النيل اساسا، يعني هو الناس هتعديه ماشيه، انتوا بتعملوا ايه يا جماعه؟ هنحط كام طوبه كده ونعدي عليه. انا زي شارع التلاتيني في الهرم والحتت الحلوه دي والوراق وبتاع، هم كام طوبه قالب طوب والناس بتعدي الناحيه التانيه وخلاص. احنا اثيوبيا السنه الجايه هتملى المليا الخمسه، كل عام وانتم، ولا السنه دي؟ السنه دي احنا لسه ما جيناش في لا اغسطس، السنه دي الخمسه السنه دي الملء الخامس، فان شاء يعني على 30 بقول لك لا هنعدي احنا ماشي، احنا ال... يعني انا انا ولا برضو سيدنا موسى هنعديه ماشي. لا انا فعلا دلوقتي بقيت بحاول اتفرج على العالم بيقول ايه على الشرق الاوسط. العالم بيقول ان احنا بسبب التغير المناخي ده احنا هنشوف بلاوي سوداء. الشرق الاوسط ده هيشوف حاجات عمره ما كان يتخيلها في حياته. بيتكلم على تأثير زيادة الحرارة 3 درجات في 3 درجات مئوية، بس 3 درجات سيلزياس. يعني لو الحرارة زادت 3 درجات، الكلام على العالم كله ان العالم كله هيعاني طبعا، وده هيقلل من انتاج الغذاء، وبالتالي احنا كمستوردين الغذاء احنا مبدئيا هنتلط لطة بالتكال كمصر. يعني طبعا بالاضافه لكده ان البلاد العربيه وشمال افريقيا هتعاني من جفاف اكتر ما هي بتعاني. يعني احنا يعني ما فيش المطر القليل اللي كان بيجي مش هيبقى بيجي لو الحراره زادت انتقاط المطر 3 كلها درجات هتتحرك. لا وده وبعدين هم قال يعني في دراسه قالت لك انها الثلاث درجات متوسط ارتفاع درجه الثلاث درجات ده على العالم كله من اول القطب الشمالي للقطب الجنوبي، انما في مناطق هتزيد فيها اكتر من ضمنها منطقه الشرق الاوسط، انا ما هتبقى بقول لك فيها اربعه وخمس درجات. كل الاخبار اللي جايه على المنطقه بتاعت الشرق الاوسط دي اخبار مهببه، ولا حد بيتكلم على اي حاجه، وقاعدين نتكلم لسه على تخفيف الاحمال واصل الاعطال الفنيه وموجه حاره. انت متابع اللي بيحصل او قريت او سمعت حاجه عن اللي بيحصل في بنجلاديش؟ انا شفت المظاهره في وطوة امبارح بسبب في بلاوي سودا بتحصل في بنجلاديش. طب اداني فوضى، يعني مظاهرات بالهبل. يعني انت عارف السبب الاساسي لما يحدث في بنجلاديش هو التغيرات المناخيه؟ فهو في بنجلاديش ظاهره او حاجه جديده على العالم كله اسمهم اللاجئين التغيرات المناخيه، في بنجلاديش 15 مليون مواطن بنجلاديشي بيتحركوا في بنجلاديش لان كل شويه يطردوا من الارض. بنجلاديش الدلتا بتاعت بنجلاديش دي من اكثر المناطق العالم كثافه، زي الدلتا بتاعتنا كثافه سكان، واطيه جدا، مستواها قريب جدا من مستوى المحيط الهندي، مستوى البحر، يعني لو واحد طرطر في اليابان حته الارض هتغرق في بنجلاديش. وكل شويه الميه والفيضانات وسوء الاداره بيخلي الناس تتحرك، فبقى في مدن كامله ما فيهاش مبنى طوب، عباره عن مباني صفيحه، مدن صفيحه، فقر مدقع، وكل شويه يتحركوا. ورغم كده برضو كالعاده ان في ناس عايشه كويس، جنرالات الجيش، ضباط الجيش الكبار وكبار القضاه وموظفي الدوله، لدرجه ان هم اصدروا قانون لسه من قيمه اقل من سنه ان 20% من وظائف الجيش والقضاء والدوله لابناء القضاه والضباط وموظفي وكبار موظفي الدوله، لو احد بجد يعني. فالناس هاجت اخيرا بقى، يعني اخيرا ده بنجلاديش لا فيها تعليم بقى ولا يحزنون، وناس غلابه جدا جدا، انا اتعاملت معاهم في السعوديه. ما اقدرش اقول ان انا انهم عجبوني لان هم متطين زياده عن اللزوم اكثر من المصريين بزياده قوي قوي، يعني الباكستانيين اجدع منهم بصراحه، بتوع اسمها ايه دي نيبال اجدع منهم، فيهم خشونه كده. ما ينفعش ان انت تفضل متطي طول عمرك،
يعني بعد شوية نفس الشخصية بتبقى زبالة، تبقى لزجة، ما يعني ما. وبعدين بقى اسميهم بقى ايه، اسد الله، مش عارف حماية الله، ست الحسن، اي كلام بقى يعني. فهي الدنيا حوالينا بتتشقلب، بتتقلب من فوق لتحت. وتاني الحكاية، حكاية المعاداة الشديدة، يعني المعارضة التي تصل إلى حد المعاداة للنظام الحالي في مصر. nothing personal، أنا ما أعرفش حد منهم خالص على أي مستوى personal، ويمكن لو عرفتهم ولو أني أشك في ذلك تماما إن إحنا نبقى أصحاب، ولو أني أشك في كده. إنما البلد رايحة ب 60 داهية، ودول ما عندهمش، أولا ما عندهمش فكر، ما فيش كفاءة، ما فيش رؤية مستقبلية، أفق ضيق بشكل غير طبيعي، مفيش اي بلاننج لاي حاجه، مش عارفين اللي بيحصل في البلد، مش ممكن. بمناسبة إن هم ما عندهمش فكرة، لما لواء برتبة محافظ يخش مستشفى فعشان يعمل له منظر وبتاع يشخط في الدكتورة اللي موجودة يقول له علقي له مرحاليل، وأنت عرفت أصلا هو عنده إيه عشان تعلق له مرحاليل؟ اللي هو حاجة ممكن وسخة انا يعني، اللي استسهل. هو عايز يعمل شو بتاع، وإن هو بقى جامد وواقف مع المواطن المطحون والبتاع، فهيخش يشخط في الدكتوره ويقول لها علقي له محاليل. وانت حضرتك يعني دكتور درست اي حاجه ليها علاقه بالموضوع ده عشان تعرف اذا كان الحاله بتاعته دي عايزه محاليل ولا مش عايزه؟ يعني بجد يعني ابسط حاجه يعني ان انت تبقى يعني لما تيجي تتكلم في حاجه تخصك، مع مش تقعد ترزع بقى وتقول لهم علقوا له محاليل. علقوا له محاليل يعني ايه؟ ليه؟ يعني هو عنده جفاف؟ هو يعني هو كانت اي كلام، هو فعلا يعني الناس دي بتوع اللقطه. والمشكله طبعا لما الاعلام هاج عليه والسوشيال ميديا هاجت عليه، راح جاب البنت وقال لها انا بعتذر لك بس انا بتعامل معاكي زي بنتي، وده يعني هو شايف ان التعامل الطبيعي بينه وبين بنته او بينه وبين ابنه ان هو يهزقه، ان هو يشتمه، حاجه يعني حاجه هو تفاهه يعني. الصورة دي فيها شقين، في طبعا الشق اللي هو الوزير او المحافظ سيادة اللواء الحمار، ما اعرفش حاجة، جاي من ما اعرفش من انهي جيش وبقى محافظ على محافظة انهي محافظة؟ سوهاج. سؤال اه بقى طلعت معلش نقطة، قال لك بدل ما سؤال بلد المواويل طلعت بلد محاليل دلوقتي يعني. انا اشتغلت في سوهاج، وسوهاج محافظه جميله جدا، والناس اللي فيها ظراف جدا وجدعان قوي وكرمه، ونسبه التعليم فيها عاليه يعني. انما مش قادر ان انا ابلع قوي حكايه الدكتوره اللي واقفه لابسه النقاب دي. انا ما يعني، انت مش عرفني ان انت دكتوره، طب اشوف تحقيقتها. انا النقاب الطرحه مش مشكلتي، طرحه واحده شعرها سلك مواعين عايزه تخبيه، عايزه تخش الجنه، دي مشكلتها هي، ومش مهم. ولو انه بقى ايه، وبقى في اشكال غريبه كده وعمم وحاجات، ده موضوع تاني، ما فيش داعي نزعل الناس مننا، انما يضحك يعني. فاحرق، انما النقاب ده انا رافضه تماما. مفيش حاجه اسمها ان واحد ست تمشي، هو طبعا الناس كلها مش لبست نقاب، هم بيتريقوا دلوقتي علشان الكوفيد وبتاع، ولسه في ناس بتلبسه لغايه دلوقتي. لما بيجي لي الصيدليه بالذات، لما يبقى حد عنده مشكله تنفس ولا حاجه يلبس، انما ده انا عارف ليه. انما انا داخل مستشفى، ولا داخل، ولا بعدي على بنك، ولا حاجه، ولا واحد منقب قدامي يعني، ما اعرفش، ما فيش تواصل يعني. البشر من ضمن الحاجات اللي بيعملوها ان هم مش التواصل بينا مش بس كلام، التواصل بينا ملامح وش وقبول، ويعني ما اعرفش. انا عموما عن نفسي مش، ما بقبلش النقاب، مش قادر ابلعه خالص. الطرحه ماشي، ما انا بقول لك مصريات معظمهم عندهم سلك مواعين فبيخبوه، اوكي ماشي. ودي اتقالت لي على فكره يعني، انا ما بفتريش على حد، اتقالت لي من زميلات في جزء الكليه. منها ليه سبب اقتصادي، ان الكوافرات غاليين، ما هو هي علشان واتقالت لي تعمل ده محتاجة تكلف جامد، فالاسهل انك نداريه وخلاص هنعمل ايه بقى؟ وبالذات ان في ايامنا في السبعينات كان في المنافسه غير يعني متساويه بين بنات الزمالك ومصر الجديده والمعادي، والزميلات اللي جايين من المناطق الريفيه وعايشين في بيت المغتربات، بيت الطالبات والحاجات من دي. فالطرحه والاسدال، يلا بقى على قميص النوم وروح الكليه وخلاص، وبارك الله فيما رزق. في ناس مصدقه الكلام ده،
وانما واضح انهم ما قالوش حاجه عن حاجه. فسمعوا تشير فيديو على بتاع على التوك توك، احنا بوظنا الدنيا، بس عادي يعني، احنا يعني بنعادي الشعب كله طبعا بكل احنا بوظه. ما فيش جماعه تعرف تتفق معانا في كل اللي هو تضرب هنا هتلاقي ضربه في لطشه لطشت في حد واحنا قاعدين يعني هو عادي يعني. احنا من في ناس هتتفق معانا في حاجات، انا وانا احط في واحد كلمني، واحد يعني متابعني يعني عارفني، قال لي إيه، انت معروف، كنت معروف عنك ان انت يميني علشان انت لا ديني. بعد ما عملت الفيديو بتاع كيمت وكيمت كلام فارغ وبتاع، طلعت يساري انا بقول لك احنا ما فيش حد يعني، ما فيش حد حتى عاجبنا. صعب تلاقي ثلاثة يتفقوا معانا يعني. بنلطش في الكل مش في كلمة حد. مأساة والله، يبقى لأن ده الكل محتاج تلطيش، هي دي المشكلة، الكل دي محتاج مشكلة. تلطيش، وكل واحد اللي محتاج تلطيش ده فاكر ان هو الوحيد اللي ليه الحق ان هو يعيش في دين امه وبلده. يلطش، هو اللي يلطش هو الباقيين. الوحيد اللي لطش والباقي لازم يسمع يتطيله، وهو الوحيد اللي ليه حق ان هو يعيش عيشه كويسه والباقي ولاد وسخه ما لهمش حق. تفكير متخلف جدا، تفكير انت متخلف. قلت لي فيه عايزين ما تيجي نكمل فقرة دينية نضحك شوية. بص، الفقرة الدينية فقرة ما تبقاش فاهم هي فقرة دينية ولا فنية ولا طبية. يعني مثلا واحد دكتور تلاقيه يقول لك ما تقربش من بتاع اللي بيشرب خمرة عشان في مجال شيطاني. أنا عايز أعرف يعني ده إيه علاقته بالطب ولا بالدين ولا أي، ما فيش أي علاقة يعني بجد ده يعني. دخل الفيزياء الكوانتم ده لا لا عندنا. يعني هو بيقيسوه المجال الشيطاني ده، بيقيسوه ازاي؟ يعني مثلا المجال المغناطيسي ده بنعرف نشوفه، مثلا نجيب مغناطيس ونحط شويه براده حديد لا وبتاع، وبتقاس وليه مقياس وليه بنشوف مقياس. يعني، انما ده هشوف ايه؟ يعني يحذر من الجلوس بجوار شارب الخمر، لا مجال مغناطيسي، لا مجال شيطاني. وده استاذ طب. ده بتاع طب، ده يعني حاجه اعتقد بتاع ايمرجنسي، بتاع عنايه مركزه، بتاع حاجه كده يعني، حاجه مهمه يعني. لا ده حاجة واحد تاني ملوش أي علاقة بالدنيا يقول لك النبات اللي بيسمع قرآن يختلف عن النبات الذي لا يسمع قرآن، حيث تزيد إنتاجيته للضعف مقارنة بالنبات الذي لا يسمع قرآن. إيه يعني حاجة يعني، معرفش يجيب الكلام ده هو انا منين. كنت زمان قرينا ان البقر اللي بيسمع موسيقى كلاسيك بانتاجيه اللبن بتاعته بتزيد. طب لو سمع بالظبط، البقر ده اللي أنا الموسيقى أعرفه، ده اللي بيتهوفن بيشجع على بيشجع الإنتاج. البقر انه ينزل لبن انما اكتر. قران وبتاع، ما يبقى مش كده يا جماعه يعني، والله ما كده. وتطلع لنا الاستاذه العظيمه سوسن بدر تقول لك انا نفسي ارجع للايام الاولى بتاعت المسيحيه في مصر، عشان كانت فتره فيها محبه وود بين المصريين يعني. وانا بس عايز اقول لها ان الاقباط شخصيا الاقباط شخصيا بيقولوا ان كانت اسوأ فترات المسيحيه هي الفتره بتاعت الحكم الروماني، لان كان في اضطهاد شديد يعني. الاقباط لو هي مش عارفه يعني، التقويم القبطي بتاعهم اسمه تقويم الشهداء، من علشان هم بالغباء يعني. بيقولوا احنا طول عمرنا مضطهدين من ايام الدقلديانوس الامبراطوريات الرومانيه، ولما كانوا سمن على العسل مع الرومان كانوا هم اللي بيفشخوا بقيه المصريين. فانا مش فاهم، ما هم طردوا اليهود من اسكندرية، عرضوا اليهود، عملوا تهجير قصري لليهود، وبعدين في ناس تدافع يقول لك ودمروا كل المعابد الفرعونية ودمروا كل المعابد بتاعت المصريين وحولوها الكنائس، والمصريين اللي كانوا بيدافعوا عن المعابد دي كانوا بيقتلوهم، ففي ناس منهم شافوا ان هم بيتقتلوا قال لك احنا بقينا مسيحيين، وهيتاتيا اتسحلت في الشوارع وكل ده، ويقول لك محبه وود. هو انت ما بتعرفيش اي حاجه خالص عن مصر بس معلش عشان خاطري بالراحة على سوسن بدر. المره اللي فاتت كان نرمي الفقي برضه ما انا بقول لك لا بالراحة على، ده انا اصل مش فاضل في البلد حاجة، ما احنا هنبقى معادين لكل دين ام البلد. اصل حاجه وسخه قوي ان واحده دي، ده استعباط. هي عايزه تقول ان يا جماعه المسيحيه حلوه وجميله وكيوت، هي جميله وكيوت لو هم اقليه، بس عشان نجيب من الاخر، اي جماعه دينيه اقليه
هيبقوا كيوت وجمال وبياخدوا الايات بتاعت خلينا حلوين وكيوت ولكم دينكم ولنا ديننا وما وبيتشكروا كل الكلام ده. زي الأقليات المسلمة والأقليات بالظبط، الصينية حط اي واليهود. اقليه مسلمه في اي حته هتبقى كيوت وخليك حلو ومعرفش ايه والنجاشي. انا بشوف حاجات غريبه جدا، يقول لك تردوا زي النجاشي، معرفش جابوها منين، معرفش هو عارفوا يلفوها ازاي كده. ده لف يعني، ده ولا واحد معاه استفه يعني جامده يعني. انت عارف الحكومه ما تعرفش التصريحات اللي بتقولها دي، بتقولها علشان تطمننا ولا تخوفنا ما تعرفش، بس هي بتقول لك الحكومه بتقول للناس ان نصيب الفرد من الدين الخارجي وصل 1444 دولار. انا لما ضربتها في 110 او 100، احنا بنتكلم في 150 حاجه، 100 حاجه و50 مليار دولار دين خارجي. فانا مش عارف هو ده كده حاجه يعني هم بيقولوا كده كنوع من انواع التشجيع للشعب ولا ايه، انا مش فاهم. انت شايف ان الرقم ده رقم ايه ظروفه يعني؟ ده لما تضربه في 100 مليون يطلعوا كام؟ لما تضربه في 100 مليون هتكلم؟ لا لا، انا اللي اعرفه دلوقتي ان احنا عندنا ال 110، او احنا 110 مليون. لو تمام. 110 مليون يبقى انت بتتكلم في 158 مليار دولار وكسور كده. لو قلت 100 نفر 100 مليون، يبقى احنا بنتكلم في 1450 مثلا، سوري 140 145 مليار دولار. اما هو الرقم حاجه 100 حاجه و60، يعني اخر رقم سمعته خالص 165 100، فما اعرفش بقى، يمكن حاسبين للذكر مثل حظ الانثيين ولا ما تضمنش يعني. حتى لو الرقم ده صح، اتس تو ماتش. هو انا مش عارف، هو ده ما ده طبعا تو ماتش يعني. هما دلوقتي بقوا مش لاقيين حاجه يبيعوها يا عم، بيأجروا المتاحف دلوقتي. ده احنا ما دخلنا في ليفل اللي هو يا جماعه مش لاقيين حاجه نبيعها خلاص يعني. يعني هو حكاية إن حكومة مسؤولة عن الشعب وبتاع، فتطلع تقول لك إحنا بنبيع الأصول بتاعتنا، مسؤولة عن الدولة تقول إحنا هنبيع الأصول، مع إن المفروض إن أي دولة بتزود الأصول، يعني أي دولة بتمسك أي حكومة بتمسك الحكم في أي دولة في العالم بتحاول تزود الأصول بتاعتهم، تبني مصانع، تعمل طرق، ما دي كلها أصول. النت وورث بتاع البلد أنا ببيعه، يعني اكتر من كده فشل ايه؟ مش فاهم انا، يعني انا مش فاهم الناس مطنشه ولا ساكته ولا مش فاهمه ولا بتستهبل ولا ايه بالظبط. لا، هو الناس، حاجه معايا انت لما تيجي تتكلم مع اي حد وتقول له يا جماعه البلد رايحه في داهيه والحكومه اللي موجوده دي حكومه فاشله، يقول لك ما احنا بالظبط. لو عملنا اي حاجه، لو حصل اي حاجه الوضع هيبقى اسوء. حقيقي حضرتك ده حقيقي، ما احنا على فكره احنا مش مختلفين في الموضوع ده. اي حاجه بتحصل في البلد بطريقه غير ديمقراطيه غير سلميه هتبقى مش حاجه ظريفه، طبيعي يعني. محدش قال ان دي حاجه جديده على المجتمعات يعني. فهو المجتمعات اللي بتتقدم او بتتحرك لقدام ما عندهاش غير طريقين، يا اما يبقى فيها نخبه بتفهم، والنخبه اللي بتفهم دي تعرف تعمل تنازلات بحيث ان هم يفضلوا موجودين والناس تفضل عايشه كويس ومرضيه، ودي حاجه مش موجوده عندنا يعني. دي موجوده مثلا في النموذج الانجليزي البريطاني، ده هم عرفوا يبقى عندهم نوع من انواع الدبلوماسيه والنيجوشيشن والتنازلات من الطبقه الارستقراطيه الحاكمه لبقيه الشعب او بقيه الاطراف الشعب، فالدنيا مشيت. ولسه عندهم دلوقتي لغايه دلوقتي لسه عندهم ملكيه وبتاع، واتفقوا ان الملك يملك ولا يحكم، فيلم كده حلو. انما عندنا النموذج المتخلف بتاع فرنسا، طبعا حاكمه بالتويسخة، الناس مش لاقيه تاكل وهم عمالين يعملوا حفلات، واللي مش عاجبه مش لاقي عيش يروح يجي ياكل جاتوه. دي اتقدمت ودي اتقدمت، بس دي اتقدمت بطريقه سموث كده، بطريقه سلسه نوعا ما، ما فيش بلاوي دمار حصل، وده مش موجود عندنا. والطريقه الثانيه هو الطريقه العنيفه والثوره والمقصله والليله الكوبيا اللي فرنسا مرت بيها، ولغايه دلوقتي مؤثره على الفكر والوعي الجمعي بتاع الشعوب اللي قامت فيها الثورات يعني. دي حاجه ما حدش يقدر ينكرها. فانت عندكش حل من غير اتنين، حل من اتنين، يا اما الحكومه او الطبقه الحاكمه يبقى عندها ذكاء ووعي
ومرونة إنها تعرف تخلي تعرف تبقى موجودة في ظل إن الناس عارفة تعيش، وده النظام المصري فاشل تماما في تحقيقه. يعني ما فيش لحظة أنا شفت أي حد بيفهم بيعمل أي حاجة من دي في مصر. والنموذج التاني هو الانفجار، إن هي خليها مكبوتة لغاية ما الدنيا تنفجر، وفي أي لحظة بقى، والانفجار ده مش في صالح أي حد. وغير بقى كمان عليه كنترول، ويعني في قريت جملة قريب كده لما كان بيتكلموا عن الأزمة الاقتصادية وبتاع، فالراجل يعني أحد اللي بتناقشه قال له احنا كنا فاكرين ده الأزمة الاقتصادية بتاعت 2008، احنا كنا فاكرين إن لا يا ربي، قال له إيه بالظبط، إيه الأخطاء اللي عملوها اللي كانوا بيقودوا؟ قالوا ما كانوش بيقودوا، وده اكتر من ان هم يكونوا عملوا اخطاء. This is scarier ان ما فيش حد بيقود، انها سابوها كده فهي دي المشكله، ان there is no one driving، ما فيش حد قدام ولا شايل البلد، فهي هتمشي بالصلاه على النبي لغايه لما تخبط في الحيطه. المشكله مش بس ان هم ما عندهمش مرونه، ان ما فيش رؤيه، ما فيش اي نوع من انواع الرؤيه اللي هم عايزين ايه. حكايه مشي يوم بيوم دي وربنا يفتح عليك يا اسطى محمد، دي ما تنفعش تقود بيها دوله ولا حاجه في حجم 100 مليون. واحنا فعلا، وانا اسف ان انا بقولها، ان مصر فعلا بتواجه خطر الاختفاء كما هي كده. يعني الدوله كلها بقى تفك بقى وفوضى، ونخش بقى في عصور الفوضى والظلام لمدة معرفش قد ايه، في عالم بيتغير حوالينا بسرعة جدا، بحيث ان حتى المجتمعات الثابتة والقوية واللي فيها مرونة ومش عارف ايه بتلهث. يعني المجتمعات المتقدمة كلها بتلهث، بتحاول انها تلحق اللي بيحصل حواليها في العالم، وناس فاهمة وناس مش فاهمة، وناس بتحاول انها تعرف ايه اللي بيحصل في الدنيا، لان تطور التكنولوجي والتطور والتغيرات المناخيه والاضطرابات الاجتماعيه الناتجه عنها واللي بتسببها بقت اصعب بكتير قوي انها تتساب كده بصلاه على النبي. ولازم الناس تبقى فاهمه هي بتعمل ايه، وان احنا عندنا، احنا شايفين اهو امريكا بقلالة قدرها فيها ازمه سياسيه طاحنه، لان الاليت بتاعتها مش عارفه انها تتفاهم ولا تتفاوض مع بعض ولا توصل لحدود وسط، والله اعلم هتحصل ايه. والمرعب ان امريكا هتاثر على العالم كله، يعني الحكايه دي لو حتى فرنسا، يعني فرنسا ما فيها نفس الازمه، اه ماشي، اه فرنسا، انما امريكا هتاثر على العالم كله بدون استثناء، وهتاثر في الحتت اللي فيها خلخله اكتر، يعني حته زي الشرق الاوسط دي هيبقى فيها الازمه اعمق، لان هم اساسا ما فيش، يعني الشرق الاوسط من المغرب للعراق، انا ما فيش دوله ماسكه نفسها. لا يعني مفيش لا ما فعلا انا عايز مفيش حد ايه الجزائر، ما اعرفش. لا مفيش انا هي الفكره ان الواحد بيتابع الاخبار الاجنبيه، يعني اللي هي الاخبار الطبيعيه اللي انت المفروض تتابعها، اي بني ادم طبيعي المفروض يتابع الاخبار اللي بره، يعني ما يتابع. فهتلاقي ان هم لما بيتكلموا على اي حاجه بيتكلموا على تحديات كبرى بتواجه البلاد. يعني حتى موضوع الطاقه المتجدده اللي هم بيقولوا عليها دي، الطاقه المتجدده فيها تحديات رهيبة كبيرة، طبعا. مش اللي هو يلا بينا نجيب شوية ألواح سولار ألواح شمسية وخلاص ولد لي طاقة. ما هو الطاقة لما تتولد في صحراء المغرب مثلا، ما هو عندهم في مكان كبير في المغرب في الصحراء بيولد طاقة من الطاقة الشمسية. المشكلة في نقله بقى، ما هو ده نقله، أنت عايز 7000 كيبل علشان تنقله. ففكرة إن أنت تولد طاقة، وبعدين هو انت اصلا، يعني هو برضو في، يعني هو طبعا جهل تكنولوجي، ان انت لازم تخزنها الاول، بالظبط. لازم انت تمسك يعني فيها، التحديات كبيره، يعني لازم حتى تحط بطاريات، تخزن بطاريات، وبعد كده بتفضل البطاريات. فاحنا بنتكلم على حاجات بقى مش بطاريه 3 ايه ولا لا، حاجات بقى ضخمه، شغلانه بنت كلب تكنولوجيه. عشان كده كان ايه، الناس قالت لك الحل بتاعها ان كل واحد يعمل لوح فوق السطوح. يا عم لا، اللي هو فوق السطوح بتاعك، طب ما بالظبط، هي تركبهاش. الفكرة ان الناس فاكرة ان الحلول سحرية، مفيش حل سحري لأي حاجة.
وكل حل انت فاكره حل هو فيه قدامه تحديات كتيره. الجدعانه بقى ان انت تعرف تحل التحديات دي او تواجه التحديات دي، مش تقول لي احنا بس يرفعوا الجمارك عن الالواح الشمسيه فاحنا هنحل مشكله الطاقه في مصر. يبقى انت بني ادم يعني لا مؤاخذه يعني بتحاول تبسط المواضيع ومش فاهم قد ايه المواضيع مكلكعه. ما هي مش كده يا جدعان انت يعني. يعني قلتها قبل كده ايه؟ كلوت، بني ادم كلوت. اه بقى يبقى ناس كلوتات بيكلموا بعض ما لهاش حل. يعني احنا لازم نبقى فاهمين ان اي حاجه، ما هو لو يا جماعه في حلول سحريه كنا جبنا العصايه السحريه دي وحلينا بيها مشاكل العالم كلها، بس هو ما فيش حلول غير ما كان سحريه حلها، بقى. غير ما كان حلها، انما ما بيحصلش. الحكايه ماتش مور كومبليكيتد عن كده يعني. وبعدين لازم يبقى عندك جريد، لازم بالنسبه للكهرباء، لان يعني انا شفت مدرسه هنا شغاله جنبنا هنا في اورلينز، حاطين فيها توربين بتاع والواح شمسيه. فانا بسال يا جماعه ايه ده؟ قال لك ده احنا بنحاول ان احنا نعمل، وعندهم صوبه زجاجيه بيزرعوا فيها وبتاع، والعيله هم اللي بيعملوا الكلام ده، مدرسه ثانوي، ان احنا بنحاول نعمل طاقه متجدده ونوري العيال ومش عارف ايه. وبعد كده الكهرباء دي على بطاريات، والبطاريات دي متوصله بالجريد، بالشبكه بتاعه اوتوا كلها. وفي اخر السنه او في كل، ما اعرفش بقى كل قد ايه، بيكلموا الشركه بيقولوا والله احنا ولدنا قد كده، استعملنا منها 90% واديناكم 10%، يبقى انتوا عليكم فلوس. او احنا ولدنا قد كده وما كفوناش، اخدنا من الجريد بتاعكم. فايتس كومبليكيتد. انما انت ما عندك، انت دلوقتي تمشي، سيبك من ايه، من الشوارع بتاعت الحي الخامس ولا الخامس والتجمع وبتاع، امشي في اي شارع في مصر، اي شارع، حتى لو الشارع اللي هي بتاعت اللي كانت زي العباسيه مثلا، هتلاقي عمود الكهرباء طالع منه 5000 سلك، ناس بتسرق وناس بتوصل طب انت عايز تعمل يعني البنيه الاساسيه بتاعتك، هي دي البنيه الاساسيه، مش الطرق والكباري. والله يعني انا لسه في الاول كنت اتكلمت عن الطاقه، يعني ان انت المحرك الاساسي للمجتمع هو الطاقه. انت محتاج طاقه علشان تعمل كهرباء وتعمل مصانع وتعمل طاقه، دي طاقه كهربيه وطاقه بترول وغاز حتى يحين الحين. انت اللي عندك ده ولا ده ولا ده، وهتضطر تقطع الكهرباء ومفيش انتاج، والراجل بيقول لك احنا هنعمل، هنصنع. تصنع ايه اذا انت لسه بايع شركه العاميريه بتاعت البترول بتاعت اسكندريه، وهددها مش كده؟ مش كان في صور ليها وهي بتتهد، شركه العاميريه هدوها وبقوا يعملوها كومباوندات، هتعمل لي كباري، هتعمل لي 1000 كوبري وتعمل تحتهم كافيتريات. ايه حكايه الكافيتريات دي؟ يعني مش اهو مش مصر الصحراء الطبيه. ايوه مين بقى؟ مستثمر. هي إيه الحاجات كلها مبني للمجهول ليه في مصر؟ يعني ما فيش اي حاجه بتتعرض على اي مجلس دين ام شعب، مجلس الشعب يقولوا له هنعمل كذا. هنا ما فيش بحل بقاله يشتري السوبر ماركت اللي جنبه الا لما يبقى فيه موافقه من حد. لما بتبقى شركه كبيره بتوصل للكونجرس او لمجلس النواب، واحيانا بتقف هناك يقول لك لا مصالحنا القوميه ضد، مع انها عمليه شرعيه وفي البورصه كل حاجه، انما مش من حق الشركه الفلانيه انها تشتري الشركه الفلانيه بتاعت الكمبيوتر بتاعتنا، دي مهمه لينا عشان الدفاع. انما يقول لك ايه، احدى دول الجوار البترول، بير بترول عطل عندها. ايوه مين دول الجوار؟ بنجلاديش. ما تقول يا عم اسرائيل. انا مستثمر استراتيجي. ايوه مين يعني الامارات، قول الامارات، انت مكسوف؟ هم بقوا متكسفوا يقولوا الامارات دلوقتي. فيقول لك يعني بلد مبني للمجهول وتشبيهات، وعايز يعمل صناعه، هتعمل صناعه ايه وانت عمال تبيع في مصانع وتهد فيها؟ صناعه ايه وبعدين بالظبط؟ هو الصناعة دي يا جماعة، هو الصناعة دي انت بتاخد شوية مواد أولية أو خامات أولية بتعمل عليهم شوية حاجات، الحاجات دي بتطلع منها منتج. انت الخامات الأولية اللي انت جايبها من بره اصلا، انت ما عندكش حاجة انت. والمكن اللي انت بتعمل بيه بتجيبه، حاجه يعني بؤس غير طبيعي في البلد. والناس بتزعل لما نقول كده، احنا في قاع المجتمعات البشريه. اه لا بص، هو طبعا اي واحد عايش في مصر نفسه يتعلق باشياء، نفسه يحس
ان في امل، نفسه يحس ان احنا هيطلع غلطانين. والله نفسي، انا شخصيا نفسي انا اطلع نفسي، غلطان، انا انا شخصيا نفسي اطلع غلطان، بس هي غلطان كل لو مصيبه اكون تنبأت بيها او وانا بكتبها على الفيسبوك، واللي تابع على الفيسبوك كان عندي هم 300 فريند على الفيسبوك، 350 فريند على الفيسبوك بس، ليس الا مش فاتحها مدرسه. فاللي عايز يبص يبص هيلاقيني لما بقول مصيبه ان انا اعتقد هيحصل كذا كذا، ويا رب اكون غلطان. انا بقول الكلام ده من 10 سنين. انا في اصدقاء ليا بقى اللي هم يعرفوني من ايام الجامعه ومن ايام الشقاوه بتاعت الجامعه وكده، واحد منهم قال لي يا ابني انت ليه بتقول لي؟ بقول له لان نفسي اكون غلطان في الحياه. قال لي ما انت ما كنتش غلطان ولا مره في اللي فات، اشمعنى دي يعني؟ من مره واحده في واحده من التعليقات قلت له انها زياده يعني، كان في صدر النهضه، قلت له مش هنحارب ولا هيحصل حاجه ولا هنعمل حاجه، واللي فاكر ان انت عندك جيش، لا ما عندكش جيش. ولسه من قيمة يومين شايف فكرني بصراحة بلا الفضل بالفضيحة اللي حصلت لنا في السودان لما القاعدة الجوية بتاعتنا اتحاصرت من قوات التدخل السريع. التدخل السريع دي عالم حافية هم كمان يعني، لو كان عندنا قوة كتيبة صاعقة باين ولا ايه وطيارين ومش عارف ايه وبتاع، اتحاصروا واتاخدوا لان الجيش ما اتحركش، لان الناس مش نايمة على بطنها، لان الناس مش عارفة حاجة. فيقول لك لا الجيش رقم 12 في العالم. 12 منين؟ ايه 12 منين هو عشان يعني؟ العدد بس، ما هو العدد ده مش معناه حاجة، ده ولا العدد حاجه، ده بالعكس في الليمون ملوش أي لازمة. بالعكس ده هيعمل مصايب بقى لما تيجي تحركهم، لما تيجي تاكلهم. انا بتكلم جد، هو انت فاكر ان انت لما تحرك لك نص مليون عسكري هم كده بياخدوها ماشي، مش بتنقلهم وتجيب لهم اكل؟ انت متوقع، انت متخيل، لو حركت 100,000 عسكري، احنا هنحتاج 100,000 عسكري علشان نهد اللي بيقول لك هنضربه بالطيران يروح يلعب في خراب، عشان تهد او توقف حاجه زي مشروع سد النهضه، هتمشيه من هنا لغايه اثيوبيا على رجليهم؟ انت متخيل 100,000 دول محتاجين يتنقلوا في قد ايه؟ بايه؟ ومحتاجين اكل قد ايه كل يوم؟ 100,000 كل واحد، لو كل واحد فيهم هياكل ويشرب ميه ما يوازي وزنه 2 كيلو اكل وميه بس. ما قلناش ذخيره ولا مدفعيه ولا بتاع، ده عشان بس يفضلوا على رمق الحياه. 2 كيلو في 100,000، دخلنا في كذا 1000 طن. هتنقلهم بايه؟ ما حدش بيتكلم على الحاجات دي، ما لا حدش طبعا ما يعني، والمصيبة مش ان ما لاقوهم في من زمان قوي قوي قوي، قال لك الجيوش تزحف على بطونها، انه ما كانش يقدر يتحرك الا لما يبقى الجيش بياكل. انت معاك 100,000 راجل لازم ياكلوا ويشربوا وبعدين ده انت ماشيهم ولا بيحاربوا ولا هيقعدوا في الشمس ولا بتاع؟ ما هتقول لهم صوموا زي معركه بدر؟ طب بدر كانت خناقه في الشارع، 300 واحد بيضربوا 300 واحد، يعني خناقات شارع شبرا اكبر منها. هي كده بالظبط، اصل الناس بتصدق يقول لك هجوم جيوش مين يابا؟ ده هم 300 والناحيه الثانيه كانوا 600 ولا 900، يعني خناقه مش معركه بقى. و هو ايوه اللي يخوف، واللي دايما انا بقوله ان مفيش حد بيقول الكلام ده في الاعلام المصري، مفيش حد عنده اي يعني. احنا اللي بنقوله النهارده ده المفروض يتقال عادي في البرامج التوك شوز اللي هم مالين بيها الفضائيات دي. يعني المفروض اي بني ادم يبقى عنده، اي دولة يعني طبيعية يبقى عندها الناس اللي بتسأل الأسئلة دي. يعني اي حد يتكلم، مفيش حد بيتكلم خالص. احنا بيطلع لنا معرسين بيتكلموا، مفيش غيرهم يعني، مفيش كده، مفيش ما غير فيش كده. حاجة تانية في بمناسبة ان احنا ما حدش بيقول حاجة جد يعني، ان في احد الناس دخل هبش، مش هبش شوية يعني، رد بحدة شوية على حاجة انا قلتها. فقلت له انت عارف الكلام ده منين؟ حاجة في التاريخ الاسلامي، انت عارف الكلام ده منين؟ لان انا قلت ما حصلش، ما ينفعش يعني. فقال لي لا ما انا قريت كل كتب امهات الكتب. قلت له اللي هي ايه؟ قول لي اسم يعني. فقال لي سيره ابن اسحاق ومش عارف وايه والبخاري وبتاع. قلت له كتبوا امتى لهم؟ يعني اقدم كتاب سيره او اقدم كتاب احاديث اتعمل امتى؟ اتكتب امتى؟ اتجمع امتى؟ فقال لي 212 و314. قلت له يعني بعد موت الرسول المفترض
بقرنين. انت متأكد؟ متأكد ان بعد قرنين قالوا فعلا اللي حصل؟ ليه يعني؟ دوكيومنتري سي ان ان يعني؟ يا عم ده لما وعلى فكره الحكايه دي كانت من زمان، واضح ان الواحد متشكك من انا اول مره، مش اول مره بس يعني من ضمن المرات القليله، اول في سنه تقريبا ولا حاجه، لما سمعتهم هم بيتكلموا بيحكوا حكايه اجتماع بني سقيفه اللي حصلت بعد موت الرسول على طول. قلت ده كان حد بيسكل المحضر يعني، يعني ده المفروض انها اتقالت بعدها ب 200 سنه، ان فلان قال كذا وفلان قال له، فرد عليه فلان وهو غضبان وضرب بالعصايه. ايه يا ابني في ايه؟ فتحس انها متالفه يعني، يعني ايه ماشي اوكي هي إيه كده، او واحد ايه بالصلاه على النبي كده قالوا له، لا ده هم اتخانقوا وبعدين اتفقوا ماشي، فلازم يعمل لها سيناريو وحوار يعني، زي لما تعمل سيناريو بتاع فيلم يقول لك انا عايز زي اسمه ايه ده، فيلم روكي، بيقول لك معركه الملاكمه اللي في اخر الفيلم خالص دي في السيناريو الاساسي سطر واحد فايت مش عارف، وروكي كان شكله هيتهزم وبعدين ما صمد لمده مش عارف كام جوله هو كده. فلما المخرج جاء راح جايب واحد ملاكم وقال لهم اعملوا لي بقى ملاكمه، فبيقول لك عملوا بقى 30 40 صفحه، فهي الحكايه كده بالظبط يعني. هو هي وصلت لهم ان مثلا يعني ان الجيش الفلاني والجيش الفلاني اتقابلوا والجيش الفلاني انتصر ماشي، فلازم بقى ايه يعملوا له بقى السيناريو بقى، يجيب بقى وفلان طلع قال كذا وفلان طلع مش عارف ايه، فالناس تصدق وتؤمن بيها لغايه النهارده، وتيجي تقول له يا ابني ما ينفعش، ايه اللي شال الباب بتاع القلعه تطرس بيه ده علي بن ابي طالب وحارب من وراه؟ طب حارب من ده باب قلعه، حارب من وراه ازاي؟ يقول لك انت بقى ما علينا احنا خدنا هنا ليه؟ طبعا انا موضوع عادي، ما يعني هو احنا يا عم احنا لغايه دلوقتي اصلا مختلفين على احداث احنا عشناها شخصيا. بس يعني انت لا دلوقتي بقول لك ما لما تيجي حصلتش، بقول لك ما حصلتش. انت دلوقتي انت شفت، كلنا شفنا اللي حصل في 25 يناير، هتلاقي جماعه بتقول حاجات حصلت وحاجات، ناس تقول لك لا ده ما حصلش، يقول لك لا ده انت كنت فاهم غلط، ده ما حصلش كده، ده كان بيحصل كده، ومعرفش مين فتح السجون، اللي هو انت ولا وثلاث ارباع الحاجات دي ممكن تكون في افوره جامده يعني عادي يعني. فانت عايز تقنعني ان حاجه حصلت من الف وشويه، من الف وشويه سنه ومكتوبه بعديها ب 200 سنه، وتقول لي اصلا انا متاكد منها؟ ده يعني ده بصراحه يا مولانا احنا لغايه، احنا اهو 23 يوليو داخل، احنا لغايه النهارده بنقول ثوره ولا انقلاب، وعبد الناصر كويس ولا وحش، وده يعني في ناس كانت عايشاها وحضرتها وبتاع وساهمت فيها ونعرفها اول امبارح ومش عارفين نتفق. فهو خالد فهمي بيقول لك حاجه، بيقول لك ان انت الروايه التاريخيه تعتمد على المصادر بتاعتك، يعني انت عندك مصادر، انت بتقول حاجات محدده، يعني مثلا محمد نعيم كتب النهارده عن ثورة 23 يوليو او انقلاب 23 يوليو ان كان النظام الملكي فشل تماما، لان سكان القاهرة خرجوا في 25 يناير ولعوا في القاهرة، في قلب القاهرة، وان اللي عملها هم سكان القاهرة مش ناس، لا هي مؤامرة بقى، بطلوا بقى حكاية المؤامرة دي، طول عمرنا عايشين في مؤامرة من يوم ما اتولدنا، لا مؤامرة ولا بتاع، الناس طلعت ولعت بزائد الشرطة بركات الامن ولعوا في وسط البلد، فالنظام وقع، فلحقوا الجيش، كان هو المؤسسه الوحيده اللي ماسكه نفسها دلوقتي. في سؤالين هنا، السؤال الاول مين اللي عمل الانقلاب بالظبط؟ هل هو المؤسسه العسكريه كلها زي ما حصل في 2013، المؤسسه العسكريه كلها على بعضها بالاتفاق كامل شامل هم اللي اخذوا الحكم، ولا دي كانت مجموعه داخل المؤسسه العسكريه، مجموعه الضباط؟ انا بقول ان هم مجموعه ضباط مش المؤسسه العسكريه، بدليل انهم راحوا قبضوا على حيدر باشا وكل الضباط اللي كانوا قاعدين في كوبري القبه. الحاجه الثانيه هي السهوله الشديده جدا اللي الناس دي مسكت بيها الحكم، مفيش حاجه، مفيش قدامهم حد، ده شويه ضباط 13 ضابط و300 عسكري مسكوا البلد، وكان فيها مثلا 10 مليون و12 مليون ساعتها الله اعلم، وجيش في انجليزي قاره انجليزيه وبتاع مسكوها في ولا كان، فببساطه لان مفيش نظام. ايه بقى اللي حصل بعد كده؟ هنا بقى تختلف الاتجاهات، في ناس بتقول لك ان لا ده انقلاب ولا كلب، الناس تقول لك ده تبع امريكا، ناس تقول لك ده ثوره مضاده اند سو اون، اوكي كل دي روايات تاريخيه، فين بقى الوثائق اللي انت بتاكد بيها الكلام ده؟ ما ينفعش الواحد يجيص اي جياص
ويقول لك هي كده. طب اثبت لي، هات لي مذكرات، هات ما لي فيلم الايدي الناعمه بيحل البيبي. انا لقيت ناس بتحلل فيلم الايدي الناعمه وبتقول لك احمد مظهر ده راجل جامد جدا وراجل محترم وعنده اخلاق وكل ده علشان الفيلم طبعا السكرتيه تبقى كويسه علشان احمد مظهر كان كويس. ايوه نمبر بابا، انا مش بحب احمد ممكن مظهر يعني. جدا يعني. وسيبيه كان البرنس علاء المفروض كان يقتله علشان ليه سبتيها انجي يا عم ارحمني يعني. ما ينفعش يبقى مصادرك هي كده يعني لا لدرجه. لا، ده المثقف فيه مصادره في فيلم صلاح الدين ده يعني اللي ما عرفش حاجه خالص عن الحملات الصليبيه، ولا يعرف اي حاجه عن دين ام الناس اللي جت من اوروبا دي، جت ليه ولا هم مين ولا عملوا ايه، ولا اي فكره عن الهوسبيتاليانز ولا عن التمبلرز ولا اي حاجه، ما قراش حاجه. ويقول لك اصل هو لما صلاح الدين وقع يا ابن، يا ما علينا. لا ما علي. بص انا في خبر قبل ما قول يا يعني زعيم. في خبر انا فعلا لما شفته صعقت، لان انا بالنسبه لي الخبر ده انا كده بعتبر نفسي من العصر الحجري، لان انا ايام ما كنت في مصر وصغير كان الشريط الريفو ده زي كده باكل لبان والله بجد. كان اللي هو تروح الصيدليه في مثلا فاضل 5 ساعات فكه فرق ولا حاجه يقول لك خد بالباقي ريفو. ده اللي اعرفه يعني. انا ريفو ده بالنسبه لي هو اللبان عند الكشك بتاع انا مش هو قال لك ريفو الاخضر اللي 140 جنيه، قال لك انا كان بيتباع بالمتر. ايوه ده يا كان عم كان بيتباع بالمتر، كان بيتباع بالشرايط ده والناس كان بتاخده كده يعني فرق الباقي. الباقي. ايوه معيش فرق، معيش لما يوصل نقاش. يبقى احنا 140. انا 140 جنيه بقى غض النظر انت شايفه قليل ولا كتير، 140 جنيه دي من يعني بالنسبه لناس كتير، بالنسبه لناس كتيره في مصر لو واحد بيقبض 3000 جنيه ولا بيقبض 5000 جنيه ده رقم يعني ما ينفعش تقول وبعدين ده هو رقم قليل يعني. كان مخفض الحرارة للكبار وللصغار وبتاع هو كان اي حاجه تاخده علشان هتلاقيه اي غيره. حاجة، عايز تذاكر بتاخد ريفو، عايز تسهر بالليل تاخد قرصين ريفو وكوباية شاي اند سو اون. انا فاكر كان من ضمن المشاكل اللذيذة جدا ان انت لما بتروح مثلا محل بقالة ولا بتاع ويدي لك الباقي 4 اقراص ريفو، ما تعرفش انك تقول له طب خد 4 اقراص دول وقرشين ساغ واديني حاجه بثلاثه ساغ، ما ينفعش. يعني هو وان واي بس. لما تتخيل دلوقتي انا بتكلم 140 جنيه و140 جنيه لو حد قال لي دي رقم قليل، ما رقم قليل ده بالنسبه لك يا حبيبي لو انت بتقبض 60000 جنيه، ما في غيرك بيقبض 3000 و4000 جنيه. المصيبة في مصر هي المسنين اللي على المعاشات، هو عددهم مش كتير، بس برضو حرام ان واحد يبقى كان ناظر مدرسة او مدير عام في شركة في وزارة التموين، ولا مش عارف شركة البترول ولا بتاع، لما يطلع على المعاش يبقى معاشه 3 او 4 تلاف جنيه، يعني حرام يعني. اه لا يعني حرام 3000 جنيه 3 4 5000 جنيه يعني 100 دولار. 5000 جنيه يعني 100 دولار، 100 دولار يعني دي النهارده ان في ناس بتقول لك يعني المفروض نرفع الحد الادنى للمعاشات ل 6000 جنيه، يعني 100 وشويه، 100 كذا، 100 دولار وشويه. 120 دولار ولا حاجة ولا حاجة. ويطلع وزير الصحة بيقول لك إن إحنا لازم نزود أسعار الخدمات الطبية علشان المستشفيات تسد المديونيه. هو الناس اللي بتتعالج دي هي السبب في المديونيه اللي حضرتك سببتها انت وحكومتك الوسخه. احنا لازم نفهم ان اللي غلط هو اللي المفروض يشيل الغلط، مش الناس اللي ما عملتش حاجه يعني. بجد حاجه وسخه يعني مش ممكن. بيبيعوا كل حاجة يعني. لا وشفت العرس بتاع الزراعة باين ولا مش عارف ايه اللي طالع يقول لك ايوه وصلنا للعالمية. انا ما اعرفش يعني العالمية فين بالظبط انا بس مش هقدر اقول الكلمة اللي انا قلتها لك لما انت بعت لي دي، لما هنخش فيها السجن انا وانت. لا ما مش تتباعش ممكن يا قبيح، ما ينفعش تتقال. يا خيري بس. ايوه زي السمك.
بس زي لا شفت الاخ اللي بيقول لك البطاطس سعره زاد ليه؟ عشان احتكار التجار، احتكار التجار. احتكار ايوه التجار. لا، اه هو البطاطس زادت وفي نفس الوقت في ركود والاسعار قلت برضه. اه 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 دي نسينا نتكلم فيها، حكاية الركود اللي في الاقتصاد المصري دي. ايوه احتكار التجار والحاجة اللي تغلى ما تشتروهاش. طب وبعدين يعني؟ وفي نفس الوقت في ركود لان الناس معهاش فلوس، فعلا الناس فعلا اه معهاش مش فلوس. فلوس، ففي حاجات بتتباع خسرانه. وده غير طبعا ان المزارع الدواجن الدواجن بتموت اساسا، فانت غالبا الدواجن اللي انت بتشتري الناس بتشتريها دي ميتة من الأول. محدش ضامن مصدرها الحقيقه يعني. فكل الناس تقول لك ما تشتريش هو دواجن. الركود يعني، هو مثلا بيقول لك إن مفيش عربيات تقريبا بتتباع. يعني إحنا هنا في كندا وفي أمريكا المقياس الأساسي اللي فيه ركود ولا لا هو بيع المنازل والأجهزة المعمرة، العربيات والحاجات دي، هو ده المقياس بتاعهم. أنت دخلت في ركود في مصر، الناس بطلت تشتري حتى الأكل. يعني إن الأجهزة الكهربائية تقريبا صفر، محدش بيشتري السيارات تقريبا صفر صفر، الهبوط في مش عارف في مشتريات الاكل، الاكل 25%، اللحمه 50% هبوط عن السنه اللي فاتت نزلت. فاحنا عندنا ركود بالورقه والقلم، ده اسمه ركود. لو استمر لمده تو كوارترز يعني 6 اشهر ورا بعض يبقى اسمه كساد، في فرق بين الاثنين. وكساد يعني الاقتصاد وقف بقى خلاص. أقول قولي هذا وانا استغفر لنا ولكم لا انا بس قبل ما نقفل، بس عايزين نذكر الاخوه المصريين الشرفاء ان فريق كازما الكويتي راح مصر علشان راح مصر علشان يلعب ماتشات وديه. راح يلعب ماتشات وديه في مصر، في واحد قابلهم على القهوه جاب لهم فريق قال لهم انا هلاعبكم مع تليفونات بني سويف، ولعبوا الماتش اخد الفلوس، وبعد كده الفريق كازما كسب 7-1، وكتب على الويب سايت ان هو كسب فريق تليفونات بسويف، فتليفونات بسويف ردت عليه قال له احنا ما لعبناكش، احنا اصلا احنا ولا نعرف حاجة. احنا مريحين ما بنلعبش دلوقتي اصلا. فطلع ان هو الراجل لم شويه عيال من الشارع وقال لهم هنلعب مع كازما ونقسم الفلوس. وده من ضمن الحاجات اللي للاسف مشهوره بيها مصر، ان المصريين نصابين ما لهمش اي، ما تقدرش تثق في كلمتهم بنكله، ودي حقيقه للاسف من ما كثر الفقر اللي هم فيه. ما انت الناس بتحب يعني بتتحايل على المعايش، ما من او من او من اصغر حاجه، من اصغر حاجه يعني. انت لا يمكن تعرف تشتري كيلو برتقال، ان ولا مهما نقيت هتلاقي تحت واحده اتنين تلاته مضروبين. فيعني لا، ما هي كله مضروب. المهم معلش، هي الحلقه دي مقطعه لان احنا وقفنا مرتين في لا لا، النص. ولا ما تقلقش، مفيش تقطيع يا باشا، احنا جامدين. جامدين قوي على الله، بس تنزل ولو لا، ما هي تنزل بالاجنده بقى، ولا ما تنزلش دي بتاعت اليوتيوب، احنا ما بتاعت نعرفش. اليوتيوب، حملنا اللي علينا والبقى على ربنا. قشطة عليك يا معلم، نشوفك الله الاسبوع يخليك الجاي، يلا ان شاء سلام الله. سلام.